دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الأطراف السياسية في البلاد إلى تجنب العنف، فيما أكد أن أفضل طريق أمام السياسيين هو اللجوء إلى الحوار والتفاهم. جاء ذلك خلال استقبال بارزاني السفير الفرنسي لدى العراق اريك شوفالي في صلاح الدين، حيث أعرب الدبلوماسي الفرنسي خلال اللقاء عن شكر بلاده لبارزاني على مبادرته للعملية السياسية في العراق وأملها أن تزيل تلك المبادرة العقبات أمام العملية السياسية.